الحب هالأشعار والليل الليل مسح بظلمته حتى خبر الأسفار ويا بعيد يا بعيد ارجع ارجع قلبي غدا محتار وكم علي للنفس كم علي للنفس يشكي ويشكي من التيار حتى السحب والموت عزف على الأوتار حتى السحب والموج عزف على الأوتار والناس شكوى وظلم والناس شكوى وظلم والحياة أسرار في الحياة أسرار وين الأهل راحوا وين وينكم يا أهل الدار الدنيا تدور وتدور وتدور وهذا النجم سيار وقت الحكم والحق الكل خلق أعذار أسكم بسكم ظلم وترفيع بسكم مسك بالثار كلها بلا كلها بلا وكلها أقدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار وحتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار مو تقول في التهمة اللي اتهمك فيها ناصر بن سالم مو تبغى يقول بعد معلم حميد بعد يقدر يتكلم ترى شيء حصل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشوفك ساكت ما ظني عندك قول تدافع عن نفسك إيش بيقول إذا كنت تتهموني بالقوة وفعل الكلام اللي تقولوا عنه أنا بين يدينكم وإذا كان بالحق أنا ما سويت شيء ما سويت شيء بعدك؟ يعني تنكر؟ أنا ما أنكر ومعقولة أسرق هذا الإنسان الطيب اللي أمني على بيته وبداني قبل أولاده معقولة أسرقه؟ زين وإذا قلنا لك إن نحن عنا الدليل؟ نعم شيء دليل شيء دليل نعم هاتوا أنا مستعد يا ثانوي لا تجلس تلف وتدور والدليل واضح كما عين الشمس ما أنت معلم حميد هذا الدليل أنا ما أنكر أن هذه سكين سكينك لما كنت أعطي الهو شكل طاحت من يديني أنا جمعت الخير أشتغل بمزرعة من مزرعة هذا الطيب لما كنت أطعم الهوش طاحت سكين من يديني في الحوش كذاب كذاب نعم كذاب كذاب يا معلم كذاب هذه لا صدقوه أبدا نعم أنت أمس يوم جاي القهوة ما كانت عندك سكين تقص بها سكر مصاص نعم وأنا الشاهد أظن يا ثاني الحين ما عندك حجة الدليل واضح واضح الدليل واضح يا ثاني هي السالفة بالقوة السالفة بالقوة أقول لكم ما سرقت يعني ما سرقت ما سويت ولا يمكن أسوي زين مو قولك في الهوش اللي شفناها في الخرابة ما حيث كنت نايم يا ثاني الله يهديك معلم حميد تقول في الخرابة الهوش لما حسن بالحريقة 12 ومنهن ما حصل مكان يأول فيه جد الخرابة وانا نومت ثقيله ما حسيت به لما جد صبروا انا معلم ابغى اسال سؤال سأل انت يوم احنا جينا هناك شفناك في الخرابه كنت راقد وراقب راقد معك واحد هيسر خاف صدقه هيسر هذاك اكيد كان يبيعه يا ثانو لا تلف وتدور وقول الصراحه وتكلم ايش هذا الكلام امس تقول للعصر شايف جني واليوم تشوف شايف معي واحد ومين شافه غيرك بالله عليك مين شافه قول الصراحة يا جماعة الخير أبغى أسألكم أنتوا لما هاجمتوني في الخرابة حصلتوا بجنبي حد تبوا الصراحة يا جماعة الخير حنو ما حصلنا جنب حد نحن بعيوني هذا السنتين هابو بياكل الدود أنا شفت مع أحد وشفته هو هاش هذا ناصر مو شورك أنا أقول يا جماعة الخير نعم. أحسن وديه عند الوالي صح نعم هذا هو رأي صح والوالي يعرف شغله معه نعم هذا الرأي صحيح يا معلم حميد هذا هو الرأي صحيح أحسن نشله عند الوالي نعم. هناك لما يوصل عند الوالي ويحصل لك كمين صوت في ظهره وديك الخيزران أبو عند الوالي هناك بيقر هناك بيقول الصح بيقر هناك بيحق الحق ويبطل الباطل عند الوالي حرام عليك
فتح شارع مليك يا جماعة. أنا ناصر مو شورك، أشوفك ساكت وما تقول شيء. إيش أقول لك يا معلم حميد؟ هذا ثانوي قدامكم، واللي باغينا تسويوه فيه سويوه. أنا جالس أفكر في الخسارة اللي حلت بي من ورا ثانوي. أخو ابراهيم ولدي تعرف وين بيت ناصر بن سالم؟ هذا بيت ناصر بن سالم. هذا هو؟ احصله هنا موجود؟ لا بس الحين ما تحصل هنا. وين احصله عقب؟ في السبلة مع اهل الحارة. قالت لنا قالوا الرجال سار اخوش ناصر بن سالم وحارق المزرعة. احسنت ولدي احسنت. في امان الله. يا جماعة أحسن نشلة عند الوالي، والوالي هو اللي عارف شغله معه. نعم هذا هو الرأي الصحيح. نبغى تشلوني شلوني ونشوف من الغلطان في حق الثاني. شلو بعده قاس تشاحت. أقول معلم هذا بيوقف هنا هنا ويروح راح بعصا نعم وخلاص يودي عند الوالي. استهدوا بالله استهدوا بالله. وأنا اللي بعد بعد ايش خلوك يعني هوش بلا راعي؟ قالوا لكم شفتوني مربوط ووحيد وطلعوا قوتكم علي؟ شوفوا ولا واحد منكم يقدر يمد يد علي. ها؟ اللي يمد يد علي ما بيشوف الخير. طلعوني وشوفوا ايش اسوي فيكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. حياك الله حياك الله. رب رب حياك الله. كيف الحال؟ يا رب الله. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بك. مرحبا خليكم. ثانوي ود مسعد القاعد هنا انا اقول جالسين يحققوا مع من؟ انت تعرفوا هذا الاخ؟ حق المعرفه. صريح صريح صريح. الله يريح قلبكم. انا ما اعرفك ما اعرفك. حتى هنا ما كفاك اللي سويته في البلاد؟ شفتوا انا ما قلت لكم ان هذا نص نص المقبقب بعد. نعم انه نص. صحيح يا مخالد محبوب صحيح. اقول الاخ. نعم. الله ينعم عليك. الاخ ثاني من بلادك تعرفه ولا تعرفه كما احنا نعرفه؟ يا جماعة الخير. استريح الاخ استريح. انت جاي من مكان بعيد ولازم ترتاح شوية. صدق صدق. سليم. نعم. جيب قهوة. اي والله. ياه ايش اقول؟ ايش سوي نظر وسوي انتي ما غريب اسوي قدام القهوة. اي والله ابوي قاسة قهوة شي ذوبت القهوة بيولي. خلا يلا. لا ابوي كل شيء يهون. هي نعم كل شيء يهون. والله يخلي ليش ولاديش ويبقيهم ان شاء الله ويطول عمرهم. واللي صار صار عاد ما بيرجع. ما تقدر تحرصي يرجع خلاص راح. والله قادر يعطيكم اكثر واكثر ان شاء الله. والنعمه بالله بنت الحلال. لكن بنت الحلال انا ما همني شيء غير تعب وكد مسكين ذاك الفقير ناصر طول النهار هو اللي متخرس فيها. وبعدين كل شيء احترق. محسودة محسودة يا بنت الحلال. هذا الحسد أبوي ما مخلي حال الناس شيء. آية شوفي أنا قدامي كيف غادي يا من الحسد. أتمنى بس إني أتزوج واحد يبقى لي 6 أشهر ماشي. زوج ورا زوج زوج ورا زوج كلهم يموتوا. آه ناس في الهمة وناس يزحبوا السمة. يا بنت الحلال علامني أنا في ناصر وانتي قاسة تفكري في زوج. أمسات ما يتعالج زوج يا بنت الحلال. بتواحي على الجديد بتواحي كما منقلهم. قاسة تفكري ليش إنه في زوج؟ ها عقب مو بوي تبغيني أفكر. ها الدنيا أبوي يومين ما لها حالة. هي نعم ما لها حالة. هي صدقش مالها الدنيا ما يومين. ابوي فوادش مستريح والدنيا ما يبالها الا ابو كماش. فواده مستريح ما كماي انا فوادي مشتقي. يا وشي فوادش مستريح الله يهديه. الحمد لله رب العالمين. ابوي فوادي مستريح. ابغاش كذا كماي استوي اسده كماي. اقول عزوه تو صحيح ان ثانوي سارق وحارق وهم لفقينها علي؟ من هنا ملفقينها سارق وحارق ذبو ما في خير وناكر الجميل والمعروف. ما عليه خلينا توحاله بس. كل هالايام والشهور يشتغل حيتكم ومسكين ما سوى شيء. تو عاد يقوم يسرق ويحرق.
نظروه يبي اشوف ايش تتكلمي عن ثانوي. اسمعي حرمه، كان فؤاد ايش داير عليه سمعتيني؟ عذري عنه يا بسه وتقرح، ما عنده شيء البر ما كم ازواجش القبليين. ابي حلالش عزو صابره الدهر ذا كله هي. وتوعد تبيني افطر على بصله. ما لا ما بصله خايسه بنت الحلال، وكان ما خايسه اي خيس في الحبس. وانحبس اكثر من 3 مرات. ها ثانوي الحقه بانت ولا لا؟ يا جماعة أنا قلت لكم من زمان خلونا نشله عند الوالي، والوالي يعرف شغله كيف معاه. خلاص نشله، خلاص. ها ناصر مو شورك نشله؟ اتكلم يا أخوي، تراك أنت صاحب الشان. إيش شوري يا معلم حميد؟ أنتوا اللي تقدروا تسووه بتاخذوه عند الوالي. الوالي يا بي حبسه يا بي قصل إيده. مالي وحلالي من بيرجع ثانوي؟ هي بس يا أبو سالم، ثانوي هذا يستاهل الحبس. نعم يستاهل. اليوم سواها فيك انت، باكر يجي يسرق القهوه يمكن. اسمع يا جماعه الخير، تركوا ثانوي والله يعوضني حلالي ومالي. ناصر. نعم. انت بحاسيتك الحين تتكلم؟ تسامح ثانوي؟ حد يسامح ثانوي؟ ما يصير يا اخوي، ما يصير سامحه، لازم يتادب. هي بس يا ابو سالم، كيف تبغانا نسامح ثانوي وثانوي مسوي سوايه لا يرضى بها الله ولا عباده؟ صح. خلاص تركوه، وعسى انه يكون عبره لنفسه ولغيره، عسى الله يهديه. هذا بيهتدي، هذا زي القلب ما ينعدل. يا جماعه الخير، مو شعوركم في راي ناصر؟ يا معلم حميد، مو تبغانا ننفوه. ناصر الشان شانه والمال ماله، وهو حر فيه. لو ان احنا ما موافقين ابدا على رايه، ما موافقين على هذا الراي. نعم ما موافقين. زين، ما دام المسألة كذاك، أنا عندي شرط واحد. شرط؟ وشرطي إنه ما حد منا يشغل ثانوي، واللي يشغله لا نعرفه ولا يعرفنا. غير كذاك أنا ما عندي كلام. هذا رأي زين؟ نعم رأي زين. ها؟ جزاك الله خير يا أبو سالم. والله إن الكريم يبقى كريم يا أبو سالم. واللئيم يا ثانوي يبقى لئيم. لا يا سالمين، لا، العفو عند المقدرة، وناصر قدر وعفى. ويلا يا محبوب فك القيد. إن شاء الله إن شاء الله. سامحني يا أبو سالم، سامحني يا أبو سالم، ما دمت حي ما أنسى معروفك هذا أبدا. المهم تسامحني يا أبو سالم. اسمع يا ثانوي، ما دام أنا حي عمري ما بسامحك. غيب عن وجهي، يلا اطلع برا. أولادي لهم رب اسمه الكريم يرعاهم. ونعم بالله، لكنك انت وأهل الحارة قادرين تحبسوه حتى يعتبر يكون عبرة حال غيره. هذا مثل ما حرق لك مزرعة، اليوم باقي يوم بيحرق لك بلاد كاملة. وقلسوا انتوا ساكتين.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عز يا عز، قومي صلي ليش ركعتين، شكري الله سبحانه وتعالى فيه. المسلم حتى في المصيبة يشكر الله يا عزة، وهذا امتحان من الله عز وجل، امتحان. يا رب يا رب حق هذا اليوم يكون تشتته مثل ما حرقنا حلالنا يا رب. ثانوي ثانوي، ابخل محبا ضربك اقولك. ايش تقول؟ بس نضرب، يلا سير. لا نظرة تبغاك. ايش تبغى نظرة؟ لا نظرة ولا عرض، يلا سير. تبغاك ضروري. تبغاني ضروري؟ ايش باقي عاد هذه؟ شوف اتاخر، هاي كل الاولاد ما شافوا وسار، ولو سار ما بحصل مثله. شباب وقوه وفوق هذا فقير، يعني امشي مثل ما ابغى. ثانوي ادخل. لا لا خليك برا. باغت اني في شيء؟ انا كنت ناوي اسير من هالبلاد هذه. وين تبغى تسير تو؟ بلاد الله واسعه، وبعدين لو جلست هني مو اشتغل. تشتغل عندي مو قلت؟ ومو مشتغل؟ هذا عاد انت ما يخصك، المهم انت موافق ولا لا تشتغل؟ والله مو اقول الاشياء، لكن هي بعد سم محرمين ان حد يشغلني هني. المساله هذه تكون بيني وبينك، وما ابغى حد يعرف عنها شيء ابدا. لكن ما خبرتيني ايش هو الشغل هالايام. ما بتشتغل شيء. كل اللي عليك انك تاخذ الحاصل مني كل شهر، ولما يجي الوقت المناسب انا اخبرك مو هي الشغله، لكن عاد على شرط. وما يكفي شرط الشايب حميد اللي قاله؟ شرطي انا يختلف. شرطي يقول انك تجلس هنا في البلاد وما تبين انك عندك غواصة، وتسوي نفسك مثل المسكين ما تملك شيء. والله انها شغلة زينة، اشتغل وما اشتغل وفوقها حصل غوازي، هنا الراحة. ابوي موافق موافق يا بنت الحلال، ومن تو بعد عجبت وتفر من قدامي واها وتجي الا لما طرش عليك، سمعتني؟ زين. تفضل غوازك تفضل. مو هذا، خذ غوازك، هات القفران، هات 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 القفران. استهدي بالله مو السبب، استهدي بالله مو السبب. تعرف وحدك السبب، متفق ما قلك متفقين قيمة القفير 10 بيزات تو، مو غمضه مو. خذ خذ غوازك، خذ غوازك. ابو الحق غيبتهن، انا مو خصني. انا غيبتهن؟ ما قابض عمرك انت ولا غوازك. غوازك عندك كل الواصلات كلهن، تو تعطيني ناقصات ولا مو؟ واذا ما عطاك ما تسوي؟ اذا ما اعطاني اشتكي عليه؟ اشتكي عليه؟ هي؟ خل ابوي
شيل حمامتك يلا قول لك ما عليك نص السعر لما اشتكي لك باكي واجيب لك قهوه ليش ما عنده سالفه نعطيهم غوازي وجاملات ويقولون اقصاص يغيبوا غوازيهم يقولون اعطيناهم ناقصه وانت ايش صرت اليوم ايش صرت انا خدامك قدامي من الصبح لين تو كذا كذب عينك عينك اقف عمي ثاني بالله عليك يوم طلعت القام شيكي خسران من دكانك هاي مو تسميها دي ما كذب عذر هذي ما يخصك انت ما يخصك كذبي انا ولا فايده المهم المهم بوي عمي ثاني اسمعني هذه الشغله بمعطيني اياها ما ابغاها شوف لي شغله ثانيه احسن لك اي نعم المهم انت قول لي مو سويت عن السالفه اللي خبرك عنها خالك سالمين سالفه؟ ايه؟ سالفه مو اخبرك اني باغي اشتري سهمك من الارض انت باغي تشتريها زين زين يوم عرفت اللعبه عقب قايم تحصلها رخيصه مالك مدحر عينك ها مو قلت عمي ثاني اذا كان على الارض فالارض حلالك اي نعم تبغى الصراحه يا حمود تفضل انا ما طمعان فيها ايه؟ لانها ما تسوى شيء وانت وحدك تعرفها ارض مالحه وسبخه لكن انا قلت اشتريها علشان اساعدكم بس وبعدين البيستين اللي تاخذهم من الارض يكون تشاركني فيه هي هاي القصد حتى الارض تبغى تاخذها ببلاش انزين ولا يهمك اي مثال معاك مالك تدحر عينك اليوم انت متريق زين واريقك ولا مو اليوم اللي متريق زين سمعت مني ضارب لي صحن دال وستة عشر خبزة الخال وعسل نحل وغرشة سمع عربي سمعت هي نعم وفوق كل هذا ضارب لي بريق شاي بس ما واجد يا ربي يا ربي ول 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 ول, ول. كذاك حد يخلط ما عرفت انت سقتي ايه انا مو نسيتيني قولي لي دخلي داخل واقفه كذا برا تو انت مو قابلنيش انا مو قابلنيش خبريني مشتاقتني شي انت تعرفي لو عرفت ايش عملتي اني موجوده في البيت مو بتسوي بش بتقول دخليها داخل بتقتلش المجنونه بتقتلش يا بنت الحلال انا ما قايل لا انقتل ولا اقتل أنا قالت لي شو سالفة صغيرة إذا ما بغيت تسمعيها خلاص أنا سايرة زين قولي قولي مو بغي قولي بسرعة حمود ها؟ حمود ماله قولي لي ماله أدخل داخل وأخبرش لا 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 زين عقب تقييني العصر البيت بس أنا ما أقدر أطلع برا وزوانه من هناك عند الباب ها؟ ها؟ لا لا عمتي هذه شمسة بنت خالوتي حميدة وابوي وعلام خلي الحرمة صالبتنا تحت الشمس عند الباب خليها تتخلى سيري سيري بقي بقي ها لا تنسي أنا سايرة السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بولدي يمعة. وصلتوا؟ ايه وصلنا الحمد لله. والبحر؟ البحر؟ اسكت يا ولدي يا يمعة. البحر خيره وايد، ما ينقطع خير البحر، ما ينقطع هذا كنز. ما شاء الله ما شاء الله، اشوف الخير زايد. ايه والله بركة هالاسد هذا، شوف هذا الاسد هذا. هذا الاسد اليوم من ركب معاي في هالهوري والبركة تنزل علينا. الحمد لله. الخير والبركة انت؟ ولا ايش دراني بالبحر والصيد؟ يا سهل يا ولد. ايه كذاك ابغاك. توزن مو قال استحرث الارض وبدون فايده. اسكت اسكت يا حلال اسكت. مو بعده؟ يا محمود من ركبنا في الهوري وهو ماشي على لسانه الا سالفه المزرعه ووصيه ابوه. ايه يجي يوم وينساه. ان شاء الله ان شاء الله. بغي يصير عند شمسة بنت عموتي سليمة الله يهديش يا زوينة ذيك الساعة كانت هني شمسة تا
ترى هي جايه وكانت شايله هندوه فوق راسها وما طاعت تدخل، وبعدين انا ذقرانه وحدي في البيت، نهاري اللي جالسه في البيت. ما اقولش، قولي لي ما اقولش. انزل ابوي سيري بس يكون مره عند غروب الشمس انتي هني عند البيت. ان شاء الله. هاي سايرة؟ ها؟ ما سايرة مكان، بس سايرة عند شمسة. من شمسة؟ شمسة بدخل حميدة؟ هي وهي هذا اللي هنا بيتهم، وانتي كنت سايرة كذا؟ لا تراني أنا أول شيء بسير عند سالمو وبنخطف رباعة على شمسة. زين سلمي سلمي. أول دخلت قهوي وبعدين أنا أخبرش مباغت لش ما كماش أنتي مخلتني واقفة ساعة عند الباب ما دخلتيني. زبد الحين خبريني مو عندش بسرعة تراني بستعجلة. أنا كنت بايا أسألش عن حمود، صدق أنه ها ما لحمود؟ حمود في الدكان.